خلي هذا مفتوح سرنا، وقال لك بدنا نروح بالكولوار نطلع من تاني مال، ما فيها حل غير هيك. ما في تفسير. كيف؟ مش تاني مال صار غير امن، يعني صرت بدك تتركي كذا بيت. ما عملنا مشكله، موضوع الامن نحن مش عاطفين. فاذا عم نشوف كيف الياس بوصعب دوله الرئيس مجلس النواب الياس بوصعب عم يتشاور مع النائبه بولا يعقوبيان في مساله اغلاق الباب بمجلس النواب. الباب سيغلق على النواب اللي قرروا بانهم يعتصموا بالداخل. اليوم قال دولة الرئيس الياس بوصعب أنه أمر واضح اليوم بأنه الأبواب بتغلق بعد الجلسة، وبالتالي ربما سيكون هناك يلاقوا يعني حل، وهو فتح باب واحد بعده التشاور مستمر حتى هيدي الساعة. منذكر اليوم أنه جلسة مجلس النواب اللي حصلت عند الساعة 11:30 لم تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بالوقت اللي بالخارج كان في اعتصام لأهالي ضحايا انفجار المرفأ. كانت المفاجأة من قبل النائب ملحم خلف ونجاة صليبة بأنهم قرروا الاعتصام بالداخل داخل مجلس النواب حتى يكون في جلسات لانتخاب الرئيس، كون ما يحصل أشبه بالمهزلة، هيك وصفوا ما حصل. وبالتالي مع وصول الدولار إلى 50,000 وما يحصل في لبنان وما يعاني منه اللبنانيين، قرروا بأنهم يعتصموا بالداخل. كيف رح يكون الصورة اليوم؟ هل فعلا سيتم إغلاق الأبواب على النواب الموجودين بالداخل اللي تم وصفه هذا الأمر إذا حصل بأنه أشبه بحبس النواب؟ طبعا قالوا لنا بأنه تبلغوا بالأمس. شو الحل؟ بس ماشي بنفات من هيدا الباب، من الباب الجانبي. بس خلينا نقرب على الكاميرا. الحل هو الدخول من الباب الجانبي وبالكولوار نطلع من هون. يعني هي القصة انه ما كانوا عم بيقولوا انه ما في غير طلعة عبر المصعد، واذا ما في كهرباء ما في مصعد. فعم نقلهم انه ما تحولوا المعتصمين الى محتجزين الى سجناء، لانه هذا تصعيد امام اثنين نواب قاعدين عم بيعتصموا ومصرين على البقاء في الداخل. فنوجد حل هو مثل ما قلنا الممر والدخول الى الدراج والطلعة. عم بيحلوا اكيد كل هالجماعه عم بيحلوا امنيا، بس كيف يسكروا من تاني ميل؟ لانه هيدا كمان بيودي للمباني الاخرى والمكاتب، ممكن يتسكروا من تاني ميل. والكهرباء؟ لا الكهرباء في ساعات رح تكون مقطوعه الكهرباء، وفي شمع جوا وكل شيء. ونحن مثل ما قلت نحن عدد كبير من النواب رح نضل رايحين وجايين لعندهم، ورح ينضم البعض ايضا الى النائبين الموجودين بالداخل. كتير ثانيه قالت لكم انه حتنضم، بس كان عم بيقولوا حكينا معهم، وفي عم بيدرسوا زي الحكي. كل الخروج عملي برايك حيكون؟ لا هو مش دخول، نحن بدنا ندخل لعندهم، هن باقيين جوا، نحن رح ندخل ونخرج من عندهم. هيدا اللي هلا وعدنا فيه نائب رئيس المجلس، موضوع الكهرباء انه اذا في اذا بتامنوا مازوت بنخلي الموتور، رح نامن كمان مازوت تنشوف اذا فينا نخلي الموتور يعني باكثر وقت ممكن. هو قرار مفاجئ كان، وحتى انتم هو القرار امبارح، نحن عارفين من القرار من امبارح، بس عدد كبير منا في عنده التزامات معينه، ولذلك يعني رح ننضم تباعا لألهم. بس يعني مشيت الخطوة من هلا للخميس الجاي مثل ما هو مرسوم لها، شو رح يتغير بجلسة الجاي؟ هو المطلب اللي حكي عنه النائب خلف وزميلي نجاة عون، عم بيطالبوا بجلسات متتالية مستمرة للمجلس النيابي. مش كل مرة كل أسبوع بنجي بنعمل جلسة، بنعمل دورة أولى فقط، دورة تانية بيطيروا نصاب. أن تبقى هيدي الجلسات مفتوحة طالما هؤلاء معتصمين في الداخل، هيدا هو مطلبهم، مطلب الاعتصام. شو الحل دولة الرئيس؟ بدنا نطمن، بدنا نطمن. خذوا شميلكم بس. عينا حل. العميد هلا عمل جولة معنا، برمنا نحن وياه. شو هذا كله؟ ست ليندا برمنا مع الجنرال على كل المخارج الأمنية، لأنه لوجستيا بده يكون مأمن المباني تضل بطريقة معينة مضبوطة،
وبنفس الوقت بده يكون عم يأمن للنواب أنه يفوتوا ويطلعوا حتى خلال الليل. بقى لقينا طريق وحدة، لأنه نحن اليوم هيدا المخرج اللي بضل فيه عليه حرس، هيدا المخرج عليه أسانسور ما عليه درج، ولما تروح الكهرباء بطلوا يقدروا يستعملوا الأسانسور، يعني ما بينفعنا. بقى هلأ لقى طريقة في محل مطرح بيناموا الحرس، غرف القوى الأمن الداخلي والأمنيين الموجودين هون تحت، بيقطعوا بهذا الكلوار للميلة الثانية. في ثلاثة بواب بده يشتغل لحتى يخليها مفتوحة، ولكن ضبطها من ميلة ثانية وضبطها من هالميلة، يعني قدرنا نأمن ممر من الجهة الجنوبية للجهة اليسارية تحت المبنى، بيقدروا يقطعوا فيه ويرجعوا يطلعوا بالدرج من هونيك، لأنه من هون ما في درج. نعرف أنه ما في كهرباء واليو بي أس مجلس النواب. الحل يعني أنه الباب راح يكون مفتوح للنواب، النواب فقط بيكون مسموح يفوتوا ويطلعوا على المبنى خارج الدوام، وهذا شيء طبيعي بعتقد بتتفهموا أنتوا، وبكرة الصباح بيرجع بيفتح المبنى طبيعي. برأيك هذا التحرك كان مفاجئ للمجلس النيابي بشكل عام، أنه يعتصم نواب داخل القاعة صباحا ومساء حتى أيام يمكن تمتد لأسبوع؟ إذا بجاوبك عني أنا لإلي الشخصي بقول لك أنا لا، هذا متأخر إجا مش مفاجئ. معقولي تنضم لها؟ لأنه سمعنا من فترة طويلة أنه الكل أنه بدنا نكون وبدنا نضل وبدنا ننام وبدنا نضل بالقاعة، رغم أنه قناعتي أنا راح بقلكم اياها لاول مره، اليوم ما في شيء كان بيمنع النواب ينتخبوا رئيس جمهوريه بالجلسه الاولى حتى، ليش بدنا نعمل جلسه تانية؟ انه بالجلسه التانية اللي هو حاطط براسه بده يغير رايه، صرنا عاملين 11 جلسه، ليه ما غير رايه وفات؟ فاجئنا وقدر قال انه قدرنا نأمن 65 صوت وننتخب من اول دوره، بالتالي انه نتخبى وراء قصه دوره تانية ودوره ثالثه مش هيدا الحل. هلا الشعب اللبناني واعي وصار يعرف انه هيك مزايدات مش هي اللي بتنتخب رئيس جمهورية. واكبر دليل قدامنا ومعنا ورائنا كلنا، وكل واحد حر بتفكيره برأيه، لو صار في توافق على اسم معين كانوا نزلوا 65 صوت بالصندوق، ولو من اول دورة بدنا على القليلة نكون نحن مأمنين 87-86 صوت، على القليلة ساعتها بنكون شفنا 65 صوت، معناتها في حدا ممكن ينتخب رئيس جمهورية. اليوم ما في حدا عم يطلع فوق خمسة، اليوم نزلوا لل 34 المرشح اللي كان عنده أسماء، وبالتالي هذا بأكد أكتر وأكتر أنه ما في تفاهم. مشان هيك الحل الوحيد لحتى ما نعمل من مجلس النواب ومن النواب نحن ما نعمل من أنفسنا السيناريو المسرحي اللي عم نعمله وكلنا نحن مش طايقينه ولا الشعب اللبناني بقى طايقه، الحل الوحيد نروح نعمل حوار حقيقي، لأنه اللي عم بيصير ديمقراطي بامتياز. الفرق أنه مش عم نتفق، يعني العالم بيطلعوا بيقولوا أنه وين الديمقراطية وروحوا انتخبوا، حتى اللي عم ينتقد إن كان من سياسيين أو رجال دين أو غيرهم لما يطلعوا يحكوا تيسموا الأمور مثل ما هي، خلي يتفضلوا يفوتوا بالمباشر. وهذه رسالة لحتى رجال الدين مش بس للسياسيين، أنه لما نقول أنتوا النواب معرقلين، ليش نحن النواب عم ننفذ اللي لازم نعمله، عم نروح ننتخب. الفرق الوحيد أنه عم نعمله بالديمقراطية، أنه مش متفقين على اسم واحد. يعني شو بدنا نعمل؟ لازم نتفق على اسم واحد، لازم نلاقي اللي بسموه common grounds، أرض مشتركة لنقدر نأمن واحد نأمن له 65. هيدا كيف بده يصير غير بالحوار؟ حكومة العدو الإسرائيلي نتنياهو لما بده يشكل حكومة بروح بيفتح حوار مع الأقليات لحتى يأمن أصوات ليقدر يشكل حكومة. طب هيدي عندهم. وبأوروبا نفس الشيء لما بده يعملوا ائتلاف. طب هيدي نفس الشيء الديمقراطية موجودة عندنا بلبنان، قصة أنه معرقلين بس لأنه ما عم نتفق على الاسم، هيدا حله بالحوار. بالتالي أنا برأيي اليوم اللي عم بيصير بالمجلس يمكن صرخة بمحلة، أنا سألتوني إذا تفاجأت بقولكم لا، كنت متوقعها من قبل، ولكن اللي بيعطي نتيجة أكتر هيدي الصرخة يمكن عم بتسلط الضوء، وأنا بوجه تحية للزملاء اللي أخذوا هالقرار لحتى يسلطوا الضوء أكتر وأكتر، أنه الحوار صار ضروري. أنا بعتقد صرختهم هي أنه روحوا تحاوروا، مش صرختهم أنه نحن بس بدنا ننام بالمجلس النيابي. أيمتى بنيجي بنعمل هيك ست أنه إذا لو دولة رئيس مجلس النواب مسكر البرلمان ومش عم يدعي لجلسات، ساعتها بقولكم أنه فينا نروح نلوم من هيدا الاتجاه، بس ما هو عم يعمل جلسات متتالية، صارت الجلسات سوري على الكلمة مسخرة، النواب ما بقى بدهم إياها.
واليوم في بعض الكتل الأساسية أعلنت أنه يمكن رح توقف المشاركة، رح تقاطع، لأنه ما بقى حدا بده يكاف بهذا الاتجاه. الحل الوحيد اليوم هو الحوار بين بعضنا البعض، نقعد نرجع ندعى مرتين لطاولة حوار، ما حدا بده مخرج أولا وآخرا بده يكون عن طريق حوار، ليصير في تفاهم على اسم، لنجمع عدد من النواب لحتى ينتخبوا. معقول نشوفك جوا معهم شي يوم؟ معقول تنام شي ليلة معهم جوا؟ لا ما بعتقد أنا رح نام جوا، أنا معهم على طول. وهلأ اللي شفتوه أنه اشتغلنا لحتى نقدر نأمن لوجستيا حل للزملاء اللي قرروا هن يقعدوا جوا، ومثل ما قلت لك أنا بحترم لهم موقفهم وقعدتهم وهي صرخة، ولكن لو أنا بشوف أنه في منفعة من القعدة جوا كنت بقعد جوا. بس مثل ما سبق وقلت لكم، وأنت تسألين أنت ليه ما بيقعدوا بالدورة الثانية، ما صرنا عاملين دورة 11 مش تانية، تانية وتالتة ورابعة وخامسة، لشو شو الفرق؟ شو الفرق؟ لأنه بحسب الدستور أنه لازم يكون دورات متتالية. شو الفرق؟ شو الفرق بين دورة تانية وتالتة ورابعة وخمسة صرنا 11 ودورة أولى؟ لو حدا قادر يأمن 65 خلي يفاجئنا يفوت على الدورة الأولى يحط 65. بقى هيدي القصة غير بالحوار ما إلى حل. ويعطيكم الألف تكتل دفعتم على اسم واحد؟ رئيسنا ببردة مرتين لموضوع الحوار. تكتل لبنان القوي والجمهورية القوية كانوا من أبرز التكتلات اللي رفضوا المشاركة. اليوم حضرتك موجود بتكتل لبنان القوي، ممكن أنك تقنع هذا التكتل ورئيس التكتل أنه يشاركوا بالحوار ليوصلوا لتوصلوا كلكم كنواب لانتخاب رئيس للجمهورية؟ وخاصة أنه الرئيس بري كان أعلن مرتين أنه إلغاء لجلسات الحوار بسبب رفض الكتلتين المسيحيتين الأكبر عد المشاركة. حبيت سؤالك المطول، بس هو السؤال بكلمتين، ممكن أنت تقنع؟ بقول لك نعم ممكن. رئيس بري معه يعطيكم العافية. رئيس بري شو رأيه بالخطبة اللي إذن كنا قد استمعنا إلى دولة الرئيس الياس أبو صعب اللي قال بأنه لوجستيا عم بيجهزوا قبل برات المجلس من أساسه. أوكي، فإذا تم منع الإعلام من الدخول أو خلص يعني طلب منا بأنه نحن نبتعد ونخرج من محيط المجلس، يتم الإبقاء على الباب الرئيس، الباب اللي نحن بندخل منه كإعلاميين. عفوا، هيدا هو الباب اللي متوقع بانه يتم فتحه للاعلام، وبالتالي رح يدخلوا من غرفه الحرس بحسب ما قالت بولا يعقوبيان. سيتم تامين الكهرباء لهم لحتى يقضوا هيدي الليله بالداخل، وبالتالي من الصبح بيكون نحن ربما امام وجود اكبر للنواب بهيدي الاثناء. يعني خلينا نفرج بها بانه سيتم بهذه الأثناء سحب كل الوسائل الإعلامية إلى الخارج، طلب منا الابتعاد عن محيط مجلس النواب، وبالتالي نجاة صليبة وأيضا ملحم خلف سيكونون وربما سيباتون هذه الليلة بداخل مجلس النواب من دون وسائل الإعلام، من دون يعني ما بنعرف كيف رح تكون الأجواء جوا لأنه ما سمح لنا بأنه نواكبها. خلينا نشوف، أكيد بركة منجرب هيك نتواصل معهم. خليني نجرب لآخر مرة أنه نحكي مع ملحم خلف. ان شاء الله يرد علينا بس تنستفهم. خلينا نجرب فراس. نحن عم نجرب بس نتواصل مع النواب اللي موجودين بالداخل تنشوف كيف رح تكون أمورهم وهل فعلا ناويين أنهم يناموا. خبرونا بهيدا الوقت شو تعليقكم على اللي عم بيصير. كان مفاجأة اليوم الياس بو صعب وتصريحه بأنه هو لم يتفاجأ، بل إجت يعني كمان متأخرة هذه الخطوة أو هيدي الصرخة اللي أبدوها النواب. ما عم بيردوا النواب بالداخل، بركي منرجع منتواصل معهم تنشوف شو هي الأجواء. منقول بالآخر بأنه
هيدي صرخة تحذيرية لا يعني إبطال عملية التعطيل وانتخاب رئيس للجمهورية اللي بيتزامن مع ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وصولها لل 50,000. النواب قالوا بأنه كل اللبنانيين عم يسألونا شو بعدكن عم تعملوا، عملوا أي شيء. فهيدي الخطوة التصعيدية ربما بتنحط بهيدي الخانة ربما لتحريك العجلة ولمحاولة حاولت إقناع النواب الآخرين بضرورة اليوم انتخاب رئيس جدي وتوافقي والعودة إلى الحوار. هذه هي الأجواء من محيط مجلس النواب. ظهرتوا يعني نرجع نفوت على الدرج الأساسي. عم بتشوفوا عم بفرجوكم من وين بتفوتوا ومن وين بتظهروا. شو يعني عن جد حتناموا هلا؟ حتناموا حتناموا؟ كنا عم نعمل يعني لا بس إنه نحن مش لا لا ما بتعرفوا جديتنا. لا بالعكس ما عنا شك فيها دول يا شباب. معش بدهم حدا هون خلص يعني نشوف عم نشوف بانهم عم ياخذهم اليسبو صعب للنواب بجوله بمحيط المجلس كيف بيظهروا وكيف بيخرجوا من المجلس. فوت فوت زوم عليه. يلا يا شباب يلا صبايا هلا يلا روحوا كله تدعوا على الله. يبدو انهم عم بتم اعلامهم كيف بيقدروا يدخلوا للمجلس مش من الباب الاساسي لمجلس النواب. هيدي هي الاجواء من محيط المجلس. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه. كانت معكم غيدة جبيلي وربيعة زعوق.